لما تطلع يحتاروا منك ولا مني. حلوة حلوة يا جماعة. عالية قوي. ارتجال ارتجال. مش هحضرها وانت شايف. لك حق. ما انت خلاص نسيت ايام ما كنت هتموت وتتجوزني. انا كنت رايح انتحر اساسا. قابلت عمتي. قالت لي يا ولدي بدل ما تحكم على نفسك بالاعدام خد لك تأبيدة. انت في قمة التجلي النهاردة. يمكن عشان ليلة قمرية. ما انا غلبانة عشان كده بتخوني. غلبانة ايه؟ ده انت مخبلة. لا 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 مش الفايدة. ده كلام حقيقي بنتخانق. هو سيدكم يا جماعة خلينا نشوف المصيبة دي. المصيبة خلاص انكشفت وبانت وعرفت من اللي بتخني معاها واسمها سناء الشجرة. ايه؟ اللي بيخونك معاها اسمها سناء الشجرة؟ ايوه. مين ده يا كبير؟ مرتي. مرتي اللي انت كنت ناوي تطلعها معايا بنكوك. والله يا كبير. والله. والله ما تعدي من كمين واحد من كمين دهب. وانت مالك انت يا راجل انت؟ ما تخليك في حالك. مالها سناء الشجرة؟ انت يا بجادك. وبتعترفي بده عادي؟ بإيه؟ اخص عليك يا كبير، هو ده زوجك، هي دي اللي هتسيب مرتك عشانها؟ فيها ايه احلى مني؟ انت يا ولية انت بصيلي هنا، انا بحاكي فيك العقل، المنطق، الكومن سنس. انا حخون مرتي مع عامل سنترال سريلانكي من حقبة السبعينات. ما انتو سمعتوا حسي على الباب؟ قوم قوم قوم! بعتوا جبتوا له ليه بتاعت الميك اب عشان تغيروا شكلها الراجل. وايه رايك في الكاركتر؟ واه! تتهزر يا بت، ليه تعملنا الكلام ده؟ ايه؟ طلع لنا برج خليفة؟ بقول لك ايه؟ انت ما جيتيش من الباب من اساسه، انت نطيتي من الشباك كيف الحرامية. ولا كلمة يا كبير. توي. لنا بيت نتكلموا فيه، انما انتي برضو ما سمعتش عن مراكز الليزر يا كبير ولا برازيليان وكس. انا هقتلك هقتلك يا فجرة. ست مصيب دقيقة واحدة. اهدى. وكمان جرعة. لا 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 يا كبير مش كده. طلقها. خدت الجرعة وسبت ام الشعور. قصرت معاك في ايه؟ يعني اقلع ملط ولا اعمل ايه؟